مرحبا، اليوم رح احكي كيف نعمل insert لميديا اوديو او فيديو بباوربوينت. تسجيل فيديو بروح على insert tab وبنبش على كلمة ميديا. بميديا بقش على فيديو، بكبس على الارو بقش على ثلاث انواع فيديو: فيديو from file يعني فيديو بخصني، او فيديو from website من الويب سايت، او من clip art album. انا رح اختار فيديو from file. بنبش الفيديو وين موجود عندي على الكمبيوتر، بس لقي بعمل كليك عليه وانسرت. اول ما زيد الفيديو بتبين لي شاشة سوداء مع هون نقاط البيت بخلوني اتحكم بحجمه للفيديو. واذا رحت على سلايد شو بلاحظ انه الشاشة السوداء مبينة، بس قرب عليه بين لي بلاي بوتن وعلى كليك بينلعب الفيديو. هلا مش من المستحسن انه لما بدي اعرض فيديو اول شغله بشوفوها هي الشاشه السوداء، فتغير هيدي الشاشه السوداء وحط محلها صوره بتخص الفيديو. فيني روح على شيء اسمه فيديو تولز اللي هون بالفورمات. اوكي، في شيء اسمه بوستر فريم. شو بتعمل بوستر فريم؟ البوستر فريم عندها شغلتين. اول شغله، يا بتحط لي محل هالشاشة السوداء شي من الصورة من قلب الفيديو، ساعتها بختار current frame. مثلا انا نقيت هيدي الصورة، رحت على poster frame بقول له current frame يعني الفريم اللي عامل عليها pause، او محل الشاشة السوداء بدي صورة من عندها على الكمبيوتر، ساعتها بختار image from file. انا رح اختار current frame. لكن اول شغلة تغير الشاشة السوداء بختار بوستر فريم. نروح على سلايد شو، بلاحظ انه الصورة اللي انا نقيتها بيانت وعلى بلاي عم ينلعب الفيديو. الشغلة التانية اللي بقدر اعملها بالفورمات هي الكوركشن. اذا الفيديو فاتح او غامق انا بقدر اعدل بالبرايتنس والكونتراست تبعه. اوكي، كرمال زبط الالوان. كمان الكالر انا بقدر اعمله مونوكروم، او بقدر اعمله بلاك اند وايت او سيبيا. اوكي، كمان بقدر اعمل له ستايل معين. فيني لاحظوا كيف فيني احطه بقلب الليبس، او فيني اعمل له ستايل مثلا 3D. ملاحظين؟ واذا رحت على البلاي هون وعملت له بلاي رح ينلعب ك3D. بالبلاي باك، قبل بلاي باك خلينا نحكي عن الكروب. الكروب هي بتخليني قص بارت من الفيديو، من كبر الفيديو، من كبر الشاشة. مثلا انا بدي هيدا البارت بس من الشاشة، بعمل له كروب. اذا رحت لهون لاحظوا انه بس هيدا البارت من الشاشة هو اللي بيلعب لي. اوكي، بالبلاي باك هلا بالفيديو تولز بلاي باك شغلتين اساسية. اول شغلة هي تريم فيديو. تريم فيديو هو بخليني اقصر الفيديو واخد البارت اللي بس انا عايزته. يعني اذا الفيديو مدته ساعة وانا بحاجة بس لخمس دقايق منه تأشرحون، بقدر استعمل الاوبشن اللي هي تريم فيديو. بس اكبس عليها بتبين لي هيدي الويندو، فيها هيدي الزيح الاخضر اللي بيقول لي البيجينينج او وين لازم يبلش الفيديو، هون الاحمر بيقول لي الاند او وين لازم ينتهي الفيديو. انا ساعتها بلعب بلاي للفيديو. اوكي، بصير مثلا بعرف الوقت، فيني اكتب الوقت اوتوماتيكلي هون يعني بلش لي بثانيتين وتسعين، او فيني احرك بهاي للمحل اللي بدي الفيديو يبلش فيه. انا مثلا بدي الفيديو يبلش من وقت ما يجوا العصافير. اوكي هون، وكمان ينتهي على كمان العصافير. اوكي، لكن حددت البيجينينج الاند وقلت له اوكي. لاحظوا انه بس روح وعمل له بلاي حيلعب لي بس المقطع اللي انا حددته
هو تبع العصافير. اوكي الشغلة الثانية كمان الاوبشن هي الفوليوم. الفوليوم هو باري ديفولت بيكون هاي على شيء لانه انا عم بعمل برزنتيشن وبهمن الاودينس يسمع، بس فينا اعمل له ميوت في حال انا بدي اعلي على الفيديو، او فينا خفف الفوليوم. كمان فينا اعمله ستارت، هون بستارت اون كليك. شو الان كليك؟ مثل ما عم تشوف بسلايد شو انه الفيديو ما رح يمشي الا ما اقرب واعمل كليك واعمل بلاي للبوتن. اذا بدي اياه بس اوصل على السلايد يمشي منه لوحده بدون كليك بقول له اوتوماتيكلي. هلا لاحظوا انه انا صرت بسلايد بدون ما اعمل بلاي رح يمشي الفيديو. في كمان اوبشن مهمة هي play full screen. قبل ما اكبس اشوف الفرق، هون بس عم بعمل play عم ينلعب الفيديو بس بالبارت المخصص له اللي هون، بينما ازلت له play full screen ورحت الفيديو رح ينلعب full screen. هالطريقة هي مهمة في حال أنا بدي بس يركزوا على الفيديو وما يركزوا على باقي الكتيبة أو الكونتنت الموجود بقلب السلايد. شغلة كمان loop until stopped، يعني الفيديو بضل ينعاد أنا انتقل لسلايد تاني أو قل له stop. rewind after playing، يعني الفيديو بيرجع بيعمل rewind بس يخلص أول مرة. هو كل الأوبشنز بالفيديو. خلينا نحكي عن الأوديو. بالاوديو مثلا انا بدي زيد اوديو بسلايد 2، بكبس على سلايد 2 بروح على انسرت اوديو. في ثلاث انواع من الاوديو: اوديو فروم فايل يعني ميوزك عندي، او اوديو من كليب ارت يعني بعض الاوديوز الموجودين بكليب ارت، او ريكورد اوديو. ريكورد اوديو بتسمح لي انا سجل اوديو، اذا كبست عليها بتفتح لي هيدي الويندو، بس اعمل كليك على هيدا البوتن ساعتها انا فيني احكي اوتوماتيكلي. كل شيء انا او اوديو عم سجله وبحكي بينزل بقلب سلايد 2. رح اختار انا اوديو فروم فايل ورح روح نبش ورح اختار هيدا الميوزك. اول ما بعمل انسرت لا اوديو، اوكي لاحظوا شو حيبين عندي. حيبين الايكون تبع الاوديو، وإذا رحت على سلايد شو وقربت على الايكون وعملت لها بلاي حينلعب الاوديو. ميل بوز. كمان في اوديو تولز بالتاب. اهم شيء بالاوديو تولز هي البلاي باك. بالبلاي باك انا بقدر اعمل تريم للاوديو مثل ما عملت تريم للفيديو، يعني اصره وحدد له وين بدي اياه يبلش وين بدي ينتهي. اوكي كمان بقدر العب الفوليوم، علي او وطي او اعمله ميوت. وفيني اقول له ستارت اون كليك مثل ما شفنا هلا انه ما حيمشي. الا ما اعمل له كليك. وفيني اقول له اوتوماتيكلي اللي هو بدون ما اكبس شيء هو بيمشي. وفي الاوبشن الجديد اللي هي بلاي اكروس سلايدز. بلاي اكروس سلايدز ببلش الاوديو من المطرح اللي انا حطته فيه الهون، يعني سلايد 2، بس بكمل على باقي السلايدات اللي تحت. هلا بلش بسلايد 2، بس انتقل لسلايد 3 بعده عم يمشي. رجعت على سلايد 2، اذا رحت على ال 1 بوقف لانه باي ديفولت ببلش من المطرح اللي حطيته فيه ونزول. لكن اول ريمارك هي في حال انا بدي الاوديو ينلعب على كل السلايدات بحطه باول سلايد اللي هو هون. ومش بس هيك، الاوبشن اللي بحطها هي بقول له play across slides، بس اذا كان الاوديو مدته دقيقة وانا سلايداتي تشرحهم بدي 10 دقايق، فرح يوصل لمحل ويوقف الاوديو. تينلعب على كل السلايدات وتضل الميوزك لازم قول له
loop until stopped. ساعتها بستخلص الميوزك بيضل يعيدها، ساعتها بيكون عندي ميوزك على كل سلايدات. لكن تيكون عندي ميوزك على كل سلايدات بدي احطه باول سلايد، بدي اقول له play across slides وبدي اقول له loop until stopped. هول القصص الأساسية بالأوديو والفيديو لازم تعرفون بباوربوينت. Thank you.